ترجعي دي تاني مرة تعمل الشخصية النوعية دي، غير طبعا في 30 يوم والأدوار اللي قبل كده كانت شخصية الهادي اللي بيحسبها بعقله الأول، دلوقتي اللي واخدها بدراعه أكتر، النقلة دي جت إزاي؟ يعني مش مقصودة، مش قرار شخصي مني ان انا لا عملت الهادي والعاقل فابتدي اعمل اللي بدراعه، لا يعني هي بتبقى الفرص اللي بتبقى متاحة بالنسبة لي كممثل، فبحاول ان انا دايما اختار الاحسن ما بينهم. هو برضه بالنسبة لي يعني اذا كان اكرم ليجا في المسلسل بتاع رمضان السنة اللي فاتت رجع بستينة، او اذا كان نصر هو على الرغم ان هما ما بينهم الحتة بتاعت ان هو واخدين الدنيا بدراعهم، بس دوافعهم مختلفة تماما ومرجعياتهم مختلفة وأهدافهم مختلفة تماما. يعني واحد كان هدفه الثراء إن هو يعيش عيشة ملوك وحاجة مش ملهاش علاقة بنصر، نصر كان عاوز يعيش بس، فهي فرص أكتر منها اختياري أنا الشخصي. أستاذ سعيد، هل قابلت شخصيات يعني اعتبر زي الحارس كده، اعتبر إن الفيلا بتاعته يعني هو عايش فيها مدة طويلة وتعود على الوجود فيها فخلاص بيعتبرها بيته، هل قابلت شخصيات بتفكر بالشكل ده؟ اه طبعا في أماكن كتير، يعني أنا عندي مكان في دهشور بروحه، الناس بيقعدوا في مكان وبيعتبروه بيتهم وبتاعهم ودي حياتهم وبيربوا فيه حيوانات وبيربوا فيه فراخ، يعني الموضوع ممكن يتكرر طبعا. بس انا عايز اتكلم كمان على السؤال اللي سالته الاستاذ احمد، هو يعني شيء رائع وجميل ان الممثل احنا نشوفه بشكل معين او بصيغه معينه او بطريقه معينه وبعدين يغير ويبدل، لان انا شايف يعني انا كل يوم بكتشف احمد كممثل جميل من خلال التنوع اللي بيعمله، مش من خلال النوع الواحد اللي بتقدمه. كل ما الممثل تنوع في تقديم ادوار مختلفه، كل ما بانت امكانياته، كل ما اتدرب اساسا علشان يتطور. السؤال الفجوة، انت يعني بدايتك في سابع جار مع استاذ محمد حجي، وده تاني تعاون بينكم، شايفه ده ازاي؟ تعاونك الاول مع استاذ محمد حفظي في سابع جار وده تاني تعاون ما بينكم، شايفه ده ازاي؟ تكرار التعاون شايفه ازاي؟ المره الاولانيه ما حصلوليش الفرصه ان انا اقابل استاذ محمد حفظي، وانا مبسوطه قوي قوي، يعني طول الوقت عارفه ان هو بينقي افلام، بيخش افلام يعمل قرر يعملها بتبقى مميزه جدا جدا، فمبسوطه قوي ان المره دي جزء من ده ومتحمسه، يعني احنا بنلعب تاني قريب. نفس السؤال الأستاذ محمد حفظي. هناخد أسئلة من الأستاذ.